مشاهدون قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الاقتصادية. في هذا الأثناء وصول السيارة ديال المركز الوطني للطب الشرعي من أجل نقل الجثة باش يتم تشريح ديالها ومعرفة أسباب وقوع هذه الواقعة هنا في هذه العمارة. يعني كانوا الشرطة التقنية والعلمية، كاين الوقاية المدنية، كاين العناصر ديال الدائرة، كل شيء كاين الإخوان، يعني كل شيء حصل. الحقيقة قصد العمارة يعني جود هامدة. الأبحاث راه مازال متواصلة الإخوان، الأبحاث مازال متواصلة من أجل معرفة الحقيقة ديال هاد الواقعة اللي كاينة هنا في مدينة الدار البيضاء، وبالضبط أحد الأحياء الراقية. هاد الشخص لقاوه وسط العمارة، هو كيسكن بوحدو، دخل البارح بالليل على حساب ما سمعنا، يعني دخل البارح بالليل ولقاوه اليوم الصباح وسط العمارة، لقاوه مليوح تما. واش كاينه شي ضغوط نفسيه او لا بسبب فعل فاعل؟ هادشي اللي غادي يوصلوا ليه رجال الامن فضل الابحاث والتحريات اللي غادي يقوموا بها. وصول السياره ديال المركز الوطني للطب الشرعي من اجل نقل الجثه من اجل التشريح. هنا راه كل شيء حاضر الاخوان، كاين واحد الاستنفار امني كبير بزاف بخصوص هذه الجثه. كاين الشرطه القضائيه، كاين الشرطه التقنيه والعلميه، كاينين الدائره الامنيه ديال المداومه حاضرين حتى هما، واللي تابعين المنطقه اونفا، الوقايه المدنيه، اعوان السلطه، كل شيء حاضر هنا من اجل الوصول للحقيقه. ان لله وانا اليه راجعون، يا ربي ترحمه وتوسع عليه ضيقات القبور، وحنا هنا الاخوان باش نعرفوا الحقيقه ديال هاد الواقعه اللي كاينه في مدينه الدار البيضاء. يعني جثة هامده كيلقاوها الجيران وسط العماره، وما عرفوش شنو وقع ليه بالضبط، يعني واش طاح، واش دفعوا شي حد. المهم غيديروا الخدمه ديالهم وغادي يتوصلوا للحقيقه باذن الله. مشاو فتشو حتى السيارة ديالو، يعني توارق سيارة فاخرة، مشاو فتشوها رجال الأمن، كذلك خداو صور وخداو بعض المحجوز اللي غادي يبحثو فيه ويقلبو مزيان باش يعرفو واش كاينة شبهة الجريمة أو لا. السيد كيعاني من شي ضغوطات نفسية وصفها لراسو. يعني الحدود ساعة الأمور مازال ما واضحاش، يعني الأبحاث راه مازال متواصلة، كل شيء كيقلب، كل شيء كيحاول على أنه يوصل لفك هذا اللغز. اكيد تحيه لرجال الامن يعني اللي دايرين خدمتهم هنايا على اكمل وجه، راهم كيبحثوا ما مقصرينش مجهدهم. ملي طلعوا للشقه خداو صور، خداو بعض المحجوز، فتشوا السياره ديالو، وهنا راه كاينين كاميرات ديال المراقبه الاخوان يقدروا يستعنوا بهم. يعني معاش دخلت السيد للدار، معاش خرج، واش طلع عنده شي حد، واش ما طلع عنده حتى شي واحد، كاينين كاميرات ديال المراقبة في المحل اللي حدا
الباب ديال العمارة. يعني كاميرات راهم باينين، يعني جوج ديال الكاميرات في المحل اللي حدا العمارة، يعني يقدروا يستعنوا بهم المصالح الأمنية باش يعرفوا واش هاد السيد طلع عنده شي حد، واش جا عنده شي حد، واش كان بوحدو واش ما كانش بوحدو. العلم لله، ونتمنوا الخير ان شاء الله الاخوان، نتمنوا الخير. مؤخرا راه ولينا كنسمعوا العديد من الجرائم ديال القتل، يعني هذا قتل هذا، هذا ضرب هذا، هذا دفع هذا، مات. الله يحد الباس والله يدير شي تاويل ديال الخير. الحدود الساعة الاخوان، التفاصيل اللي كنتوفروا له وان الشخص كيعيش بوحده داخل الشقة اللي كتواجد احد الاحياء الراقية، عنده سيارة فاخرة، لقاوه اليوم جثة هامدة وسط العمارة. واش دفعوا شي حد، واش طاح، العلم لله. يعني ما نقدروش نحدو شنو اللي وقع ليه بالضبط. فالابحاث والتحريات غادي تقود العناصر الامنيه الى احد الخيوط لفك هذا اللغز.